الكبير في أول أيام في الفترة الصباحية مع فئات الحجاج، وانطلاقة موفقة وقوية لشوط آخر يحمل في طيات فئة الأبكار، وهو شوطنا التاسع. المسافة هي 4 كيلومترات التي نراقب فيها هذا التحدي وهذا المشوار على البركة. نبدأ بفرز المراكز الأولى لنستكمل برنامجنا مع قيادة ضيدان بن سالم بن علي القوز المري من يوقف قدم المركز الأول، وقيادة من استلمت القيادة بالمركز الأول يتليها على المركز الثاني مذيار وسعيد بن سالم بن عامر بن علي العامري يتقدم بالمركز الثاني. أما المركز الثالث ظن ناصر بن سعيد بن سهيل الراشدي مع المركز الثالث، والنقلة التالية إلى المركز الرابع. المركز الرابع سمحة وسعيد بن حربي بن الطشة العامري يأتينا على المركز الرابع. المتابعة من المركز الخامس في خامس المراكز تتقدم، أشوف اللي بالمركز الخامس اللي هي أرباح سهيل بن عبيد بن عبد الله بن يميع السبوسي قادم بالمركز الخامس. أما المركز السادس في سادس المراكز اللي هي عسيلة سهيل بن عبد الله بن هزيم الشامسي، والمركز السادس في سادس المراكز تتقدم مذيار عبد الله بن سهيل بن سعيد بن مبارك. أما المركز السابع في سابع المراكز تتقدم الآن من المركز إلى مركز إلى مركز، وهي الآن مواري أحمد بن خلفان بن بخيت المزروع يدفع أيضا بما لديه من قوة بالمركز السابع. المتابعة من المركز الثامن بي حمد بن سيف بن غميل الاجتبي. أما المركز التاسع، المركز التاسع القدوم من قبل الجزلة وحمد بن عويضة بن سهيل الخيالي، والمركز العاشر أقول ذيبة أحمد بن محمد العوضي المنهالي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للعشرة المراكز الأولى المسموح لنا بإذاعتها، ونعود إلى قيادة اللي ما زالت في القيادة ما زالت متربعة على عرش المركز الأول بشعار ضيدان بن سالم بن علي القوز المري الذي مررها مرور الكرام من بداية الانطلاقة. والمتابعة من المركز الثاني ثانيا أقول مواري أحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي الذي يأتينا على المركز الثاني. النقلة التالية إلى المركز الثالث أرباح سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي، وأيضا الوصول في هذه اللحظات من مذيار عبد الله بن سهيل بن سعيد بن مبارك الاجتبي يتقدم إلى المركز الثالث. أما المركز الخامس خطيرة خطيرة قادمة للغاية اللي فرحة محمد بن سيف الحرسوسي قادم بالمركز الخامس، والمركز السادس في سادس المراكز تتقدم الآن منصورة علي بن هلال بن غريب الينيبي. أما المركز السابع سابعا ناصر بن سعيد بن سهيل الراشدي، والمركز المركز الثامن المركز الثامن القدوم من قبل النشمية وأحمد بن حميدي العبد الوهيبي، والمركز التاسع أشوف اللي بالمركز التاسع. المركز التاسع قادمة اللي هي أشوف عبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي. هذه الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، لنعود إلى مقدمة الشوط والتغيير الذي طرى وجرى على المقدمة. يا سلام يا سلام، غيرت 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 مذيار. المدح في مذيار ينعد ما هو مرة، 10 مرات راحت مذيار عبد الله بن سهيل بن سعيد بن مبارك الاجتبي، ولكن هني أيضا غيرت غيرت غيرت. شو اللي غيرت؟ النشمية أحمد بن حميدي العبد الوهيبي، الوهيبي روح بالمركز الأول مع النشمية وعصاها قوس وعصاها قوس، ولكن الخطورة القادمة من المركز الثالث. الله الله الله، وصلت اللي هي الحاتمية عبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي، ووصل أيضا الرشيدي، الرشيدي قادم أيضا. وهناك أيضا المتابعة من المركز الرابع اللي هي كحال محمد بن سليم بن حميد لينيبي، ولكن أشوف 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 الشعار الذي بدأ يربك المقدمة بهذه الهجمة اللي هي تقدمت.
ذلك حال محمد بن سليم بن حميد لينيبي يحاول اللحوق وبدأ يمر وبدأ يمر. الله 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 يا هو مرور، ولكن الصمود الصمود من المركز الأول، الصمود من المركز الأول. أقول النشمية أحمد بن حميدي العبد الوهيبي، الصراع على المركز الأول، الصراع على المركز الأول. الله أشوف هناك مذيار، عادت مذيار، عادت مذيار لتتابع المركز الأول، لتتابع المركز الأول، الصراع على المركز الأول، الصراع على المركز الأول. يا سلام يا سلام، النشمية 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 فازت بالمركز الأول. سلام يا السلطنة، سلام لأحمد بن حميدي العبد الوهيبي. أما المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني وصلتنا اللي هي مذيار عبد الله بن سيل بن سعيد بن مبارك يشتبي. أما المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب كحال محمد بن سليم بن حمد بن حميدي الجنيبي. والمركز الرابع، المركز الرابع من نصيب الحاتمية عبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت وعد محمد بن عامر بن حمود البادي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء. نعود بالتهاني والناموس لراعي النشمية أحمد بن حميدي العبد الوهيبي الذي انتصر في هذا الشوط بعد معركة قوية مع هذه الهجن والتوقيت الزمني الذي تحقق مع الأربعة كيلومترات. نشوف خمس دقائق 50 ثانية واثنين جزء من الثانية. تهانينا والناموس اللي وصلت بالمركز الثاني، اللي وصلت بالمركز الثاني كان من نصيب مذيار عبد الله بن سهيل بن سعيد بن مبارك الاجتبي. التوقيت الزمني 5 دقائق 50 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس اللي وصلت بالمركز الثالث، المركز الثالث كحال محمد بن سليم بن حمد بن حميد لينيبي. التوقيت الزمني بالتأكيد 5 دقائق 53 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. المركز الرابع، التوقيت الزمني 5 دقائق 53 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراعي الحاتمية عبد